قمرت رأي تكشف سبب عدم حضورها لزفاف جيمي، شاهدوا المزيد من التفاصيل. قامت قمرة رأي بالأمس بفتح لايف، وقام المتابعين بطرح أسئلة عليها لماذا لم تحضر لعرس صديق سيلاوي جيمي، لكن قمرة رأي تعمدت عدم الإجابة عن هذه الأسئلة وجاوبتهم فقط على عدم حضورها لعيد ميلاد سيدرا، حيث صرحت قمر أن عيد ميلاد سيدرا كان في دبي وهي في الأردن. الأغلب توقع أن عدم حضور قمرة رأي لعرس جيمي هو بسبب مشكلتها مع الفنان سيلاوي. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ قمر وانا لساتني جنبي، انا بطيب جروحي بيدي، كلها يومين وهالسنين تعدي، مش هم اللي قالوا يومين الله.